20 من مارس تاريخ استقلال الجمهورية التونسية بعد سنوات طوال من المقاومة، يتزامن اليوم مع الذكرى 68 لاستقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي واستعادة السيادة كاملة على أراضيها وخيرتها. تاريخ يخلد معركة الشعب التونسي من أجل التحرر، معركة انخرطت فيها النخب الفكرية والسياسية من خلال العمل على صناعة رأي عام موحد ضد العدو، ولعبت فيه المقاومة المسلحة دور البطولة في حرب استعمل فيها التونسيون كل الوسائل للتخلص من عدو دخل البلاد تحت عباءة الحماية لينهب خيراتها ويستولي على أراضيها ويتحكم في شعبها. فمنذ سنة 81 و900 و1000 وبعد توقيع الباي محمد الصادق آخر حكام الدولة الحسينية في تونس معاهدة باردو مع الحكومة الفرنسية ليستمر الاستعمار على مدى 75 عاما، بدأت معه نضالات الآباء والأجداد من أجل استعادة السيادة ليتم تأطيرها مع حركة الشباب التونسي، ثم عن طريق الحزب الحر الدستوري التونسي مع بروز الحزب الجديد ودعم الحركة النقبية العمالية. دم الشهداء الأبرار سقى أرض الوطن لسنوات عدة قبل أن يكون الاستقلال مطلبا لحركة التحرر الوطني، وسجل الذكرى 9 أفريل تاريخ انتفاضة ضد القمع والظلم والتضييق على الحريات، كما شكلت منعرجا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني وأعطاها دفعا شعبيا واسعا. سنة 46 و900 و1000 كانت مفصلية في تاريخ الحركة النضالية ضد الاستعمار حسب المؤرخين، حيث مثلت المنعرجة في بروز مطلب الاستقلال كهدف ومقصد أساسي لمؤتمره، عندما قرر الحزب الحر الدستوري التونسي القديم والديوان السياسي والاتحاد العام التونسي للشغل والحركة الزيتونية ومجموعة كبيرة تمثل النخبة التونسية الدفاع عن مطلب الاستقلال الذي أصبح هاجس الحركة الوطنية. كما كان النضال المسلح خيار الحركة الوطنية وسط ما شهدته تلك الفترة من تحولات، خاصة مع تعنت الاستعمار واستعماله للعنف الشديد ضد المقاومين والمناضلين. واستمر الكفاح المسلح من سنة 52 و900 و1000 إلى سنة 54 و900 و1000، وشاركت فيه حركة المقاومة أو ما يعرف في الفلاجة في الأرياف والمدن، وانخرط فيها العديد من الأطراف منها الاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الحر الدستوري التونسي. خيار الكفاح المسلح كان ملهما لعديد الشعوب من أجل خوض معاركها التحررية، كما كان حاسما في توقيع بروتوكول الاستقلال في 20 من مارس 56 900 و1000، ليكون ذلك التاريخ بداية جديدة لبناء الدولة المستقلة، دولة ذات سيادة على خيراتها وخياراتها.